مرض السكري كان كيبان ابارتيغ دو 40 عام 45 دابا راه ولينا نغوصوا دي جون دو 28 عام 28 عام 27 عام كنلقاو عنده السكري من النوع الثاني. علاش؟ حيت عنده السمنه. الاثار الجانبيه ديال فقدان الوزن ولاو مجموعه الشركات ديال الادويه كيركزوا معها باش انهم يوليو كيتستعملوا مجموعه ديال هذه الادويه ماشي باللي تنظيم نسبه السكر في الدم بشكل عام ولكن لفقدان الوزن. هاد الادويه اللي كتستعمل للتخسيس هي عباره عن حقن، وهي هاد الحقن كتفرز لينا الدور ديالها، هي كتزيد من افراز الهرمونات المعديه. المنظمه ديال السلامه ديال الدواء في اوروبا لاين سيم هي ديجا درت الحيطه. علاش؟ قالت لهم اولا نرجعوا الناس ياخذوا باش يضعفوا، رجع الدواء ناقص عند الناس اللي محتاجين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عينك ميزانك. في هذه الحلقه غادي نتكلموا على داء السكري، وغادي نتكلموا على الادويه اللي كتستعمل في معالجه داء السكري. علاش غنتكلموا على هذا الموضوع؟ لانه اليوم بعض الناس كياخذوا هذه الادويه باش يضعفوا، باش ينقص الوزن ديالهم، وهنا كاين مشكل. في هذه الحلقه غادي نشوفوا شنو هي الادويه، الانواع ديالها، كيفاش كتشتغل باش الانسان ينقص الوزن ديالو، وغادي نشوفوا الجانب المظلم، كيفاش هذه الادويه يمكن تشكل خطر على الصحه ديال الانسان. الروبورتاج. الانسان مرض في الحياه ديالو لعده امراض، من هذه الامراض كنوجدوا امراض مزمنه بحال مرض السكري. واليوم المنظمه العالميه للصحه الناس كتجر نقص الخطر وكتوصف هذا المرض كانه وباء، لان العدد ديال الناس اللي كتصابوا به غادي كيتزاد. فاش كنهضروا على مرض السكري هو مرض العصر، مرض العصر حيت الاحتمال ولا بريفالونس ديالو يعني النسبه المئويه ديال الناس اللي كيعانيوا به حاليا هي نسبه اللي كبيره بشكل كبير. ولكن مرض السكري ما كاينش نوع واحد، ما كاينينش جوج، كاينين ثلاثه، وبيني وبينكم راه كاينين اربعه. حسب الارقام الموجوده ديال المنظمه العالميه للصحه في 1985 30 مليون شخص تصابت بداء السكري، في 2025 300 مليون شخص غادي تمرض بداء السكري. اجي نتكلموا دابا على انواع السكري. ثلاثه كنعرفوهم وواحد اللي شي شويه ما معروفش. دونك الاول اللي كتعرفوه هو الديابيت دو تيب 2 اللي كيتسمى مرض سكري من النوع الثاني، وهذا المرض هو اللي اغلب الناس اللي فيهم مرض سكري كنت متاكد انه غالبا غيكون فيهم هذا مرض السكري من النوع الثاني. الاسباب المسببه ليه غالبا عنده علاقه مع الوراثه، ولكن الاسباب الاخرى هي عندها علاقه مع نمط الحياه او نمط العيش. فاش كنقولوا نمط العيش راه حنا كنهضروا على التغذيه، كنهضروا على الضغط النفسي، وكنهضروا كذلك على النشاط البدني. وغالبا هاد الناس هادو كيجيهم هاد مرض السكري النوع الثاني كيجيهم من مور تقريبا 40 سنه. الابحاث كتقول بان خطر الشخص يورث مرض السكري من النوع الاول هو 5%، اما بالنسبه للسكري من النوع الثاني فهاد الخطر كيكون 30% اذا كان واحد من الوالدين عنده هاد المرض، و 50% اذا كانوا الوالدين بجوج مرض السكري من النوع الثاني. النوع الثاني هو مرض السكري او كيتسمى مرض السكري النوع الاول، وهذا ما عنده حتى شي علاقه بالنوع الثاني، يعني مرض السكري من النوع الثاني. هذا النوع الاول كنسميوه حنا لو ديابيت جوفينيل او لا مرض السكري ديال الصغار. علاش؟ حيت كيقيس الناس تقريبا اللي عندهم اقل من 30 سنه وما عندوش علاقه مع نمط الحياه، وخاصه عنده علاقه مع الوراثه. مرض السكري من النوع الاول هو مرض مناعتي في 90% من الحالات لعده اسباب. جهاز المناعه ديال الشخص كيبدا يهجم على البنكرياس اللي هو العضو المسؤول على افراز ماده الانسولين. والسبب الرئيسي علاش كيجي؟ حيت جهاز المناعه ديالنا ما كيبقاش يفرق ما بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، وكيولي المناعه ديالنا هي اللي كتمشي وكتدمر لي واحد الخلايا مسؤول على انتاج واحد الهرمون الذي ينظم نسبه السكر في الدم. هذا الهرمون اللي هو هرمون الانسولين. دونك هاد الناس كيكون عندهمش الانسولين في خطره، داكشي علاش الطبيب فاش كيديتيكتي وكيعرف ان هذا المرض هو عباره عن مرض سكري النوع الاول ما كيعطيهمش ادويه، ولكن غالبا كيعطيهم الانسولين حيت جسمهم ما كيفرش اصلا الانسولين. والنوع الثالث هو سكري الحمل، بيان سور غتكونوا سمعتوا به، وهذا سكري الحمل هو السكري اللي كيقيس ليه المراه فاش كتكون حامل. وعلاش بالضبط فاش كتكون حامل؟ حيت فاش كيكون الجنين كيتكون في الجسم ديالها كيوليو عندها هرمونات زايده اكثر من الهرمونات اللي مولف جسمها يكون كينتج. وهاد الهرمونات كاينين هرمونات اللي كتفرزهم ليا داك العضو اللي كيغذي ليا الجنين واللي سميتها المشيمه، وكنسميوه حنايا الهرمونات المشيميه. وهاد الديابيت اللي كيبان مع الحمل كيصيب بين 3 حتى 20% من النساء، كيبان غالبا من بعد 3 شهور ديال الحمل، وعنده بزاف ديال الاعراض وانعكاسات على الصحه ديال الجنين. المشيمه والبلاسينتا كتفرز واحد الهرمون، كيفاش؟
هذا الهرمون كيشبه شي شويه في الشكل ديالو الانسولين وكيمشي وكيلصق في بلاصه فين كيلصق الانسولين، وبالتالي الانسولين ديالها كاين ولكن ما كيخفضش نسبه السكر في الدم، يعني ما كيلصقش في بلاصتو باش انه يسمح لذوك الخلايا ديال انها تستهلك داك السكر الزائد اللي عندها على مستوى الدم، وبالتالي كتعيش واحد الارتفاع في النسبه ديال السكر في الدم اللي كنسميوه حنا ليبرغليسيمي. ولكن في بعض الحالات المراه من بعد الوضع ما كيمشيش من هذا السكري ديال الحمل، والخطر ان هذا السكري ديال الحمل كيتحول داء السكري من النوع الثاني. الحاله العاديه هي ان المراه من مور ما كتولد، يعني من مور ما الجنين ديالها كيخرج للوجود، هذاك المسببات ديال هذا المشكل هذا ما كيبقاوش، دونك فاش ما كيبقاوش دونك خصها ترجع للحاله العاديه وما يبقاش فيها مرض السكري. ولكن في بعض الحالات ولينا كنلاحظوا ان هذاك السكري الحمل من مور الولاده كيولي سكري، كنسميوه حنايا السكري النوع الثاني، دونك كيتحول من سكري الحمل لسكري النوع الثاني. علاش؟ حيت المود دو في ديالها او نمط الحياه ديالها كيكون تبدل بشكل كبير. هادو ثلاثه انواع من مرض داء السكري وهما المعروفين عند الاكثريه ديال الناس، ولكن كما سمعنا في البدايه ديال الحلقه راه كاينين اربعه ديال الانواع. تعرفنا على ثلاثه، السكري من النوع الثاني الاكثر انتشارا، السكري من النوع الاول، والسكري ديال الحمل اللي كيصيب المراه ملي كتكون المراه حامل. دابا نتكلموا على النوع الرابع من داء السكري. دونك كاين واحد النوع اخر اللي هو نوع اللي بيني وبينكم قليل كنسميوه لو ديابيت دو تيب ا ايديوباتيك، او مرض السكري النوع الاول النادر، دونك ما كنلقاوش بزاف. علاش سميناه نادر؟ حيت كيشبه المرض السكري النوع الاول، ولكن ما كتكونش جهاز المناعه هي اللي مشات ودمرت ليا دوك الخلايا المسؤوله على انتاج الانسولين، ما كنكونوش عارفين اكزاكتومون علاش دوك الخلايا ما بقاوش خدامين. ولكن كما كان النوع ديال السكري اللي كيصيب الشخص النوع الاول، النوع الثاني سكري الحمل، السكري ايديوباتيك او مجهول الاسباب، كلهم عندهم قاسم مشترك هو اختلال في الانسولين. دونك هذا مرض السكري بشكل عام هو خلل على مستوى تنظيم نسبه السكر في الدم، يعني حنا كنعرفوا ان عندنا في الجسم ثوابت بيولوجيه، يعني واحد الحويجات واحد القيم خصها تبقى ليا في الجسم. ما بين هذه القيم هذو حنا كنهضروا على درجه الحراره اللي خصها تبقى 37، وكذلك كاينه قيم بيولوجيه ثابته اللي هي نسبه السكر في الدم اللي خصها تبقى تقريبا 1 غرام في كل لتر. دونك هذه القيم البيولوجيه الله سبحانه وتعالى درنا عده ميكانيزمات، عده اعضاء، عده خلايا اللي كتخدم مع بعضها باش انها كتحافظ ليا على هذا غرام باغ ليتر ولا هاد غرام في ليترو ديال الدم. وبالتالي كيطراو ليا تغيرات بيان سور فاش كنتناول وجبه غذائيه نسبه السكر راه كطلع بيان سور، خص هذوك الميكانيزمات كيمشيو كيدخلوا باش يعاودوا يهبطوها وتولي غرام تولي في نفس النسبه اللي هي غرام في كل لتر. وكذلك فاش كنكون صايم لمده طويله، دونك هذه المده طويله كيضطر ان هذوك الميكانيزمات يعكسوا الخدمه وكيمشيو يجبدوا ليا من الخزانات وكيطلقوا ليا واحد النسبه ديال السكر في الدم باش انهم يطلعوا ليا من نسبه السكر في الدم. الانسولين كتنتجها البنكرياس، هذه الهرمونه عندها تاثير كبير ماشي غير على السكريات بل كذلك على الدهنيات وعلى البروتينات. هي كتسهل على الخلايا الدهنيه، على الخلايا الكبد وعلى العضلات امتصاص الجلوكوز الموجود في الدم. الوغ فاش فهمنا مرض السكري شنو هو بالانواع ديالو، غتقدروا دابا وليتوا فاهمين علاش كاينين انواع ديال الادويه كثيره باش اللي كيعطيها الطبيب لهاد الناس هادو. دونك كاين اللي كيعطيهم مجموعه ديال اللي كنسميوهم حنا كينات لي زونتي ديابيتيك اوغال، دونك واحد المجموعه ديال الكينات اللي كياخذهم، وكاينين الناس اللي في النهار الاول كيعطيهم الانسولين. الانسولين اللي كيستعملوها مرض داء السكري في انواع، مثلا في النوع المفعول ديالها كيبدا 10 دقائق من بعد الحقن، والمفعول ديالها كيدوم 4 سوايع. دونك النهار اللي كيعطيهم الانسولين من النهار الاول هما الناس اللي غالبا كيكون جسمهم ما كيفرش الانسولين، والناس اللي كيعطيوهم الكينات يعني دوك لي ميديكامون بعض الادويه باش انهم يعاونوا شي شويه داك الانسولين اللي كيكون ديجا عندنا في الجسم ولكن ما كيديرش خدمته كما خصو يديرها. دونك بشكل عام داكشي علاش ولات عندنا واحد التشكيله كبيره ديال الادويه باش انها تنظم نسبه السكر في الدم. ولكن هذا التنظيم ديال نسبه السكر في الدم كيطرى بطريقه صعبه على مستوى الفيزيولوجي، يعني على مستوى الجسم الداخل، وديما هذه الادويه كيكون عندها بعض الاثار بيها. والغريب في الامر ان اليوم الناس ما كيعانيوش من داء السكري، كيستعملوا هذه الادويه اللي كتستعمل لمعالجه داء السكري كيستعملوها لغرض اخر. الوغ هذا الاثار الجانبيه اللي كانت عند مجموعه الادويه ولات حاليا هي اللي دايره بيني وبينكم لا توندونس، هي اللي ولينا كنقلبوا عليها. دوك الاثار الجانبيه ديال فقدان الوزن ولاو مجموعه الشركات ديال الادويه كيركزوا معاها باش انهم يوليو كيتستعملوا مجموعه ديال هذه الادويه ماشي باللي تنظيم نسبه السكر في الدم بشكل عام ولكن لفقدان الوزن. اليوم هذه القضيه ولات دايره البوز مواقع التواصل الاجتماعي انترنت، خير دليل على هذا الشيء. دخل انترنت كتب فقدان الوزن ادويه معالجه لداء السكري، غادي تسمع الفيديوهات، غادي تقرا مقالات كيتكلموا على هذا الشيء.
هاد الادويه كيتعطاو للديابيتيك ولا كاين نوعيات اخرين اللي كاينين مازال ما دخلوش للمغرب وايفيكتيفمون كيتعطاو للفقدان الوزن، ولكن كنعطيوهم للناس اللي عندهم زياده في الوزن اني ام سي ولا مؤشر الوزن اكثر من 28 ولا عندهم سمنه. السمنه هي اني ام سي ولا مؤشر الوزن اكثر من 30 للفوق، والنتيجه الفعاليه مرتبطه بالوزن. اكثر ما كان الوزن كبير اكثر من الفقدان ديال الوزن كيكون مهم. دونك كيجيو الناس كيسمعوا بهم كيمشيو ياخذوهم كتلقى عنده غير زياده في الوزن بسيطه ما غينفعوش ما غيعطيش نتيجه، يلا غيقدر يضيع واحد الكيلو ولا جوج اللي كان يقدر يضيعو الا دار شويه ديال الحركات الرياضيه وحدا راسو شنو كياكل. بغينا نعرفوا اشنو هي العلاقه بين الادويه اللي كتستعمل لمعالجه الداء السكري والناس اللي باغيين يقصوا من الوزن ديالهم، اشنو هو الرابط الفيزيولوجي البيولوجي بين هذه الادويه وبين تخسيس الوزن عند هذه الاشخاص؟ حيت حنا كنعرفوا ان واحد من المسببات ديال المرض السكري هو السمنه، وفاش كنهضروا على السمنه راه ما كنهضروش على حاله فيزيولوجيه عاديه، وهذا الشيء راه شرحته لنا المنظمه العالميه للصحه، حيت قالت لك السمنه راه هي عباره عن مرض، وفاش كنقولوا مرض يعني خصو تشخيص خصو تتبع من طرف الطبيب ومن طرف المختصين. علاش؟ حيت السمنه كتكون هي ديك كما كنقولوا الدرجه نحو مجموعه ديال الامراض الخطيره، منها مرض السكري، امراض القلب والشرايين، كذلك مجموعه السرطانات. وهنا غادي نحلوا واحد القوس، غادي نتكلموا على السمنه. في 1997 المنظمه العالميه للصحه صنفت السمنه على انها مرض مزمن، واليوم راه كتصنفها على انها وباء مع العلم انها ماشي مرض معدي. بالتاكيد فالسمنه هي واحد المشكل كبير جدا والمخالف ديالو الصحيه كبيره جدا، فتتكلف وطريقه باش نداويوها تدد لنا واحد المشكل. علاش؟ حيت ما كايناش النتيجه في البلاصه، وانا ديما تنقول للناس اللي تيتبعوا عندي مي تشوفوا شي سوليسيون ميراكل خافوا. علاش؟ حيت نمط العيش والتتبع نظام التتبع هو اللي تعطينا النتيجه على الامد البعيد، ومي تنبغيو ناخذوا واحد لا ديسيزيون راديكال بان خصنا نفتحوا خاص ديما تكون اون بريزون شارج بلوري ديسيبلينير، سيتادير طبيب واحد ما تياخذش لا ديسيزيون، تتكون اون ايكيب كوليجيال اللي تاخذ لا ديسيزيون. لهذا اولا تنصح ديما الناس لا ديسيزيون باش ندير واحد الدواء ديال السمنه اللي تيكون هذاك الدواء فيه مخلفات بزاف خاص لا ديسيزيون بزاف الاطباء اللي ياخذوها، حيت لا ديسيزيون كوليجيال هي اللي تتحمي المريض الطبيب. هذا الشيء هو اللي خصو يكون، ولكن الحقيقه حاجه اخرى، خاص الاستشاره الطبيه لان الطبيب المختص هو اللي كيعرف واش الشخص اللي باغي يضعف يمكن ليه استعمال هذه الادويه ولا لا. ولكن اليوم راه الناس كتستعمل هذه الادويه بلا استشاره طبيه لا والو. داكشي علاش دابا ولينا كنشوفوا مجموعه الناس كيقلبوا على الطريق السهله الطريق السريعه باش ان الانسان يفقد الوزن بطريقه سريعه بدون ما نعمروا ليه راسه مثلا بالنظام غذائي صحي او لا رياضه ايتترا وبلا ما يدير مجهود. وحاليا ولينا كنشوفوا ظهور مجموعه الادويه اللي كانت في الاول ادويه مختصه لتنظيم نسبه السكر في الدم اللي دابا ولات كتستعمل لفقدان الوزن، وهذا الشيء ولينا كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي انخرطوا فيه مجموعه ديال لي سيليبريتي، مجموعه ديال الناس مشهورين منهم ايلون ماسك كذلك اللي حتى هو اعلن في تويتر انه استعمل واحد من هذه المنتجات الحقن ايتترا باش انه فقد الوزن وراه مشات معاه وعاونته انه يفقد الوزن. ايلون ماسك واخرين من المشاهير ديال العالم راه اليوم نقدروا نقولوا بانهم كيطبلوا لهاد الادويه، وبطبيعه الحال التاثير على الناس كبير وكبير بزاف، لانه الشخص اللي باغي ينقص الوزن ديالو غادي يسمع لهم وغادي يقول واش ايلون ماسك ولا غيره كيقولوا بان هاد الادويه مزيانه علاش ما نستعملهاش. اذا السمنه راه لا ميكرو نوتريسيون بينات المفعول ديالها دراسات عالميه ودراسات مغربيه. غنرجعوا ديما لواحد الحاجه مهمه اللي هي المصران، ومن هنا نهضروا على هذه الانواع ديال الادويه الجديده اللي تتعطى دابا غير لا ام ام ديالها سيتيغ من غير لانديكاسيون اللي خارجه لهم. فالمصران عنده علاقه كبيره مع السمنه. علاش؟ قول لي كيدير المصران ديالك ونقول لك واش غتضعف ولا لا. اليوم دراسات تبتات بين كاين واحد الانواع ديال البكتيريا بحال لاكيميسيا مينيسيفيلا بحال لو لاكتوباسيلوس غاسيريل تنلقاهم بزاف عند لي زيتني اللي ضعاف، دونك هاد لي بكتيري تيعاونوا على الضعف. ولا جينا نفهموا اكثر اش غنلقاو، لقاو الا كنتي تاكل واحد الالياف مزيانه اللي هما لي زاسيد غرا اشين كورت، هادوك الالياف الا استعملناهم فواحد البكتيريا مزيان تنديروا واحد النوعيه ديال البكتيريا اللي مضادات الالتهاب لمضادات السمنه. كيفاش؟ لي زاسيد غرا اشين كورت مع اللي تعطينا واحد لي بيوتيرات اللي هما تيخليو لينا المصران تخدم بحال غده، تتفرز ليا لي جي ال بي 1 وتتفرز ليا لي جي ال بي 2 glucagon like incretine 1 glucagon like incretine 2. هاد لي جي ال بي 1 هما اللي نايعدوهم هاد النتجه، حيت كاع الادويه اللي خرجت دابا لداء السكري سو سون
دي زانالوج جي ال بي 1 سيتادير تيديروا ليا الخدمه ديال جي ال بي 1 اللي انا الا كان عندي واحد النمط عيش وكان عندي مسران مزيان نقدر نفرزهم بواحد الصفه طبيعيه. المسران في بكتيريات فيهم النافعين وفيهم الفاسدين. من هذه البكتيريات النافعه كنلقاو لي لاكتوباسيلوس. هذه البكتيريات عندها العديد من الادوار جد جد مهمه بحال انها كتحارب البكتيريات الغير النافعه واللي يمكن تشكل خطر على الصحه ديالنا بحال ستافيلوكوك لاشيرشيا كولي والكلوستريديوم وكذلك لاكتوباسيلوس مضادين للسرطان. وللاسف للاسف السمنه انا بالنسبه ليا ولات ظاهره كبيره ولينا كنلقاو شحال هادي بحال دابا مرض السكري كان كيبان ا بارتير دو 40 45 دابا راه ولينا غوسوا دي جون دو 28 28 عام 27 عام كنلقاو عنده السكري من النوع الثاني. علاش؟ حيت عنده سمنه. كيجيونا اطفال 15 16 عام سكري من النوع الثاني بسبب السمنه. علاش؟ لان نمط العيش التغذيه دونك هادشي كله كيخلي ان الافرازات ديال الانسولين ما كتكونش مقاده بواحد الشكل مبكر و تنضطروا اننا دو لي بروندر ان شارج و داكشي ولكن ساسامون صافي مالو كور باش نشوفوا ظواهر بحال هادي من دابا. فاليوم وحسب الارقام ديال الاو ام اس في سنه 2022 المنظمه قالت بان في العالم 160 مليون طفل العمر ديالهم بين 5 حتى 16 عام عندهم مشاكل ديال السمنه. باش نهضروا على الادويه اللي ولاو مجموعه الناس كيستعملوها بشكل كبير باش انهم يفقدوا الوزن واللي دايره كما كنقولوا بين قوسين دايره لا طوندونس. هذه الادويه ولات معروفه انها عندها تاثير اولا النهار الاولي تصوبت على ود مرض السكري. دونك فاش كنهضروا على هذا فقدان الوزن بهذه الادويه بيان سور غيكونوا عنده اضرار، ولكن قبل ما نهضروا على الاضرار ضروري خصكم تعرفوا كيفاش كيخدموا دمانيغ فيزيولوجيك، يعني فيزيولوجيا كيفاش كيطرى ليا هذا المشكل. الادويه كتستعمل ضد داء السكري بان بان عندها فعاليه في نقصان الوزن. اليوم الناس كيستعملوها الناس ما مرضش بداء السكري ولكن باغين يضعفوا. كيفاش كيشتغلوا هاد الادويه؟ اشنو هما الميكانيزمات ديال هاد الادويه باش نعرفوا واش كيفقد الوزن؟ يعني هاد الادويه اللي مصوبات في المره الاولى للمرضى السكري يعني باش قاد لهم نسبه السكر في الدم وكان الاثار الجانبيه هي فقدان الوزن، خصكم تعرفوا اكزاكتومون كيفاش كتاثر لي على فقدان الوزن. دونك نعطيكم مثال ديال واحد لا موليكول، واحد الجزيئه اللي سميتها سيماغلوتيد. هاد الجزيئه هي اللي غنلقاوها في مجموعه ديال الادويه، في مجموعه ديال هذوك المواد اللي تم مجموعه الحقن اللي دابا حاليا كما قلنا معروفين واللي مجموعه الناس كيهضروا عليهم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. هاد لا سيماغلوتيد شنو هي؟ هي عباره عن واحد الماده كيميائيه كتصوب في المختبرات، وهاد الماده الكيميائيه كتشبه في التركيب ديالها لواحد الهرمون كيتنتج على مستوى الامعاء على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا، وهذا الهرمون سميتو لا جي ال بي 1 جي ال بي 1. هذا الهرمون هذا شنو الدور ديالو؟ في الحاله العاديه هو انه ينتج على مستوى الجهاز الهضمي وكيمشي ليه على مستوى البنكرياس. الوغ البنكرياس شنو هو؟ البنكرياس هو العضو المسؤول على تنظيم نسبه السكر في الدم، على تنظيم مجموعه الحويجات واحد اخرين، ولكن جزء كبير منه كينظم ليا نسبه السكر في الدم حيت هذا البنكرياس هو اللي فيه انواع ديال الخلايا، واحد الخلايا سميتهم بيتا هما الخلايا المسؤوله على انتاج الانسولين هو الهرمون المخفض لنسبه السكر في الدم، وخلايا الفا اللي فيها واحد الهرمون اخر سميتو الجلوكاغون اللي هو هرمون مرفع لنسبه السكر في الدم. خلايا الفا وخلايا بيتا هما خلايا متكاملين في العمل ديالهم، هو توازن نسبه السكري في الدم. اذا طلع السكر مشكل يمكن يؤدي للقصور الكلوي، لسكته قلبيه، لتعفن الاطراف. السكر من كيهبط عنده نتائج سلبيه بحال امراض القلب والشرايين، العياء، الترعاش ومشاكل في التوازن. كيفاش يخدموا هاد لي جي ال بي 1؟ تيخدموا الى شافوا السكر جاي، الى شافوا السكر داخل في لو بول اليمونتير، تيخدموا على جوج ديال الحويجات. الاولى تيسبقوا الاحداث وتيقولوا البنكرياس باش يفرز الانسولين. علاش؟ باش نكونوا حنا موجدين الانسولين باش داك السكر اللي تيدخل دغيا تنصرفوه ما تيبقاش في الدم. تنصرفوه في ثلاثه ديال الطرق، يا تمشي للخليه الدهنيه، يا تمشي للعضلات، يا تنخزنوه، المهم خصنا نهبطوه من الدم. وتيخدموا على واحد النقطه الثانيه اللي هي لا غاسترو، اي غالونتيس لو ترانزيت غاستريك، سيتير تيهبطوا ليا من السرعه ديال المعده باش تهضم، باش نعاود نقص، سيتير هذا هو اللي تيدير لي داك لاكسيون ديال تيشد ليا الشبعه. دونك لي جي ال بي 1 سي ان بويسون كوب فان طبيعي اللي ذاتي تتصنع ملي تيكون عندي المصران مزيان. جيل بان انزيمات كتفرز في الجهاز الهضمي وبالخصوص في المصران موجودين في القولون وفي ليليون او الدقه، هما هرمونات ديال الشبع عندهم تاثير على الدماغ باش الانسان يحبس الاكل.
الوغ هاد جي ال بي في الحاله العاديه هي انها تفرز بطريقه عاديه وكتمشي ليا من الجهاز المعي ديالي يعني من الجهاز الهضمي ديالي وكتمشي عندها مستقبلات خاصه على مستوى البنكرياس. فاش كتلصق ليا على مستوى هاد المستقبلات هادو اوتوماتيكمون كتحفز ليا دوك الخلايا البيضاء انها تنتج ليا هاد الهرمون هذا اللي هو الانسولين. وكلما نتج ليا الهرمون الانسولين كلما كيمشيو كيجمع ليا داك النسبه ديال السكر اللي طالعه ليا على مستوى ديال الدم وكيديها يتم التخزين ديالها. اسهل طريقه ديال التخزين هي على شكل جلوكوجين، يعني داك السكر كيتجمع بزاف الجليكوزات وكيرتبطوا مع بعضهم كيصوبوا جزيئه اكبر وكيمشي كيتخزن لي على مستوى العضلات وكذلك على مستوى الكبد. اولا في الحاله اللي كانوا نسبه السكر مرتفعه بشكل كبير اوتوماتيكمون كيمشي كيتخزن على شكل دهون. دونك بشكل عام هذه هي الطريقه ديال الجي ال بي. هذا هو العمل ديال الجي ال بي ان اللي عندنا في الجسم ديالنا. الناس المختصين في السمنه عرفوا هذا الشيء والميكانيزمات ديالو، الصناعه الدوائيه، صناعه شبيه ديال هذه الهرمونه ديال هذه الانزيم اللي طبيعيين موجودين عندنا في المصران ديالنا، والناس اليوم كيستعملوها باش يضعفوا. لي زانالوج جي ال بي ان شبيه جي ال بي ان. جي ال بي ان هو واحد الانزيم اللي اكتشفنا انه كاين في الذات ديالنا كيتفرز، ومع الوقت ملي كينقص الافراز ديالو كيبداو المشاكل ديال السكري وديال السمنه وداكشي. دونك داكشي علاش اخترعنا هاد الادويه هادي باش كتعوض داك النقص ديال هذاك الانزيم في الذات. داكشي علاش كنشبهوه شبيه جي ال بي ان، يعني كيشبه لهذاك الانزيم اللي ما عندناش في الذات ديالنا وكندخلوه عن طريق دي زانجيكسيون. داكوغ، كاين اون فورم دو كومبريمي دا في المغرب مازال ما دخلاتش، كاينه في بلدان اخرى في العالم، ولكن اغلبيه ديالهم اللي كيطرحوا في السوق فهما عن طريق حقن. كاين اللي كتحقن مره في النهار وكاين اللي كتحقن مره في الاسبوع، وهما ادويه. حيت اون فوا كنهضروا على حقن الناس كيمشيو مع انسولين، لا هما ماشي انسولين، هما ادويه اللي كنستعملوهم الناس بعدا في المغرب. ادويه اللي كاينين هما خارجين للناس اللي عندهم مرض السكري، يعني ماشي الغايات اخرى. ومن الجزيئات الكيماويه المكونه لهذا الشبيه جي ال بي ان هي السيماغلوتيد، وهي كما سمعنا كيستعملوها على شكل حقن. كيفاش هذه الادويه المكونه مثلا من السيماغلوتيد كتشتغل؟ كيفاش كتاثر بشكل كبير على السمنه؟ اش كيطراو كيجرى ملي كتدخل الجسم ديالنا؟ الوغ هاد السيماغلوتيد اشنو كدير؟ كتمشي وكتلعب ليا الدور، كتقمص ليا الدور ديال هاد جي ال بي، وكتمشي كتلصق ليا في هاد المستقبلات وكدير ليا هاد العمل هذا، وبالتالي كتخفض ليا النسبه ديال السكر في الدم. دونك ها هي قادات ليا نسبه السكر في الدم، ولكن المستقبلات ما كاينينش غير في البنكرياس. المستقبلات ديال هاد الجزيئه سيماغلوتيد كاينين في مجموعه المناطق على مستوى الجسم. نعطيكم مثال، كاين على مستوى الجهاز العصبي حتى هي عندها مستقبلات ديالها وكتحكم ليا في ديك الميكانيزمات ديال الشبع، وبالتالي كتولي تصيفط لك واحد الرسائل ديال انك شبعان، وبالتالي كتولي الكميه ديال الاغذيه ما كتبقاش تاكلها بزاف، والا ما كليتيش بزاف مع الحركه ومع النشاط البدني كتولي كتفقد الوزن، وبهكا كتكون اثرات على فقدان الوزن بطريقه غير مباشره. هذا اشكال من اشكال التاثير ديال هذه الادويه المصنوعه مثلا من السيماغلوتيد، ولكن كاين طريقه اخرى ديال التاثير ديال هذه الجزيئات على اجهزه اخرى في الجسم ديالنا باش الوزن ديال الشخص ينقص. كيفاش؟ كاين طريقة أخرى هي عندها مستقبلات كذلك، وكتقل ليا ما يسمى بالفرنسية لو فيدونج غاستريك، يعني داك فاش كنتناولوا الأغذية وكيهبطوا لي على مستوى المعدة كيبقاو لي على مستوى المعدة، كلما هبطت الأغذية تهضمات دغيا وهبطات كلما غيجينا إحساس بالجوع وبالتالي غنقلبوا ونزيدوا ناكلوا. هي شنو كدير؟ كتقل ليا هاد فيدونج غاستريك، كتقل ليا العناصر الغذائية واخا يكونوا غير شي شوية، وكي كدير تقل كتنقص ليا من إفراز العصارة المعدية، وهاد العصارة المعدية هو داك الحمض اللي فيه أنزيمات هضمية كتنقص منه، وبالتالي كتولي مده طويله الاغذيه كتقلي في معدتي وكتعطيني احساس بالشبع، وهذا الاحساس بالشبع لمده طويله كيخليني وكيمنعني انني نتناول اغذيه اخرى. إيه السيماغلوتيد وغيرها كتساعد على نقص الوزن، ولكن بوحدها ما كتعطيش نتائج جد فعاله، لان الدواء بوحدو ما كافيش، خاصو جوج حوايج وعندهم اهميه كبيره في هذه المساله ديال نقص الوزن، بلا بهم ما كاين والو. دونك هذا طريقة أخرى كيفاش كتأثر ليا بطريقة مباشرة أو لا غير مباشرة على فقدان الوزن، ولكن هذا الشيء كامل بوحدو ما كافيش. يعني فاش غنهضروا على هاد التجارب السريرية اللي دارت أو لهاد الناس اللي غيتقاسموا معكم تجاربهم، بيان ايفيدامون راه كاين التجارب، كاين النتائج إيجابية، كاين فقدان الوزن، كاين الناس اللي وصلوا ما بين 5 حتى 10% من الوزن الإجمالي ديالهم، بيان سور هذا النتيجة إيجابية، ولكن كون متأكد أنه كاينة كما كنقولوا الجزء اللي ما كنتكلموش عليه، حيت ديما نقولوا في القصص ديما كاين المسكوت هنا. دونك المسكوت هنا في هذه القصه هذه هي انه خصك تقدر تاخذ هذه الحقن مثلا بعد استشاره الطبيب لفقدان الوزن في الحاله اللي كنتي كتعاني من سمنه مفرطه، يعني سمنه اللي تقدر تؤدي الى مشاكل صحيه خطيره وتقدر تؤدي كذلك حتى الموت. دونك هنا نقدروا ناخذوه، ولكن ضروري بالجانب ديالو خصو ضروري نشاط بدني وخصو نظام غذائي صحي.
تجربة درس على هذه الجزيئات هما السماغلوتيد، أشخاص عندهم زيادة مهمة في الوزن استعملوها كحقن ولكن ما تبعوا لا نظام غذائي وما داروش الرياضة. هاد الناس باستعمال السماغلوتيد فقدوا تقريبا البعض منهم حتى 15% من الوزن ديالهم. دونك ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك أن راه غدير هاد الحقن وما غدير حتى شي نشاط بدني واغديت كتبقى تاكل كما بغيتي اوتوماتيكمون غتفقد الوزن، حيت هذا الوزن ما غيكونش فقدان وزن اللي غيكون دائم، وغتوصل واحد الوقت اوتوماتيكمون الى رجعتي لنظام غذائي غير صحي ضروري الجسم يرجع عاوتاني يبدا يخزن لك وغيخزن داك الشيء يقدر يكون بشكل اكبر من المره الاولى. وهنا كتكون الخساره على بزاف المستويات، اولا مادي لان هاد الحقان عندهم ثمن وماشي في المستطاع ديال اي واحد، ثانيا على المستوى الصحي لانه هاد الشيء غادي نعرفوه ملي غادي نتكلموا على الجانب السلبي في استعمال هاد الحقان الشبيهه بالجي ال بي 1. هاد الادويه اللي كتستعمل للتخسيس هي عباره عن حقان، وهي هاد الحقن كتفرز لينا الدور ديالها، هي كتزيد من افراز الهرمونات المعديه لا جي ال بي 1 لا جي بي بي، ومنها انواع كاينه لا ليغاغلوتيد لا سوماغلوتيد ليكزيناتيد ايتترا. هادو اسماء ديال الجزيئات كتستعمل في ادويه على شكل حقن لتخسيس الوزن. كنعرفوا بان سوق الادويه كتختلف من بلاد لبلاد، سمعنا على سيماغلوتيد ليغاغلوتيد وغيرها، حنا اش عندنا في بلادنا؟ ولكن حنا اللي عندنا المعروفه في المغرب هي لا ليغاغلوتيد. كاين دونك كاينه اللي هاد لا ليغاغلوتيد كتضرب مره في النهار، وكاينين واحد اخرين اللي من الانواع الاخرى وكاينين انواع اخرى اللي كنضربوهم اللي كدار غير حقنه في الاسبوع، يعني اون دوز بار سيمين. الدور ديالها كتخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زياده الانسولين المفرز. قلنا بان الانسولين كتاثر على السكريات وكذلك على الدهنيات، فهي كتوقف العمل ديال انتاج وتخزين الدهون في الخلايا وكتنقص من انتاج التريغليسيريد في الكبد، وهذا الشيء عنده طبيعه الحال تاثير كبير على الزياده في الوزن وعلى السمنه. هاد الادويه هادو كيتخصوا الناس اللي عندهم مرض السكري من النوع الثاني، وهو مرض الاكثر شيوعا. دونك مرض السكري من النوع الثاني السبب ديالو عنده بزاف ديال المشاكل، اللي شنو الاساس ديالهم هو مشكل في افراز الانسولين، يا اما في النوعيه يا اما في الكميه كتبدا مع الوقت كتتغير. وكاين المشكل الاخر هو مقاومه الانسولين، يعني واخا كتكون الانسولين عندك كيخرجها البنكرياس ديالك، الدات ديالك ما كتستعملهاش بطريقه مزيانه كتقاومها. دونك هاد الادويه هادو اللي كنهضروا عليهم يا اما كيخدموا باش كيهرسوا لنا هذيك مقاومه الانسولين، بحال دابا هذا لو كاب ديال لاميتفورمين. لاميتفورمين كتنقص من ديك الحده ديال مقاومه الانسولين، اي دونك الدات ديالك ملي كتفرز داك الكميه ديال الانسولين واخا بسيطه فهي كتكون فعال. الميتفورمين جزيئه كيماويه كتستعمل في العديد من الادويه، الاسماء ديالها كتختلف ولكن عندها نفس المهمه، هي مقاومه داء السكري وبالاخص داء السكري من النوع الثاني، وكتستعمل كذلك في نقصان الوزن. هما هاد الادويه هادو اخترعوا الداء السكري من النوع الثاني انسوفيزامون كونترولي، حتى الاي ام ام ديالهم راه ماشي الاول. نعرفوا حنا داء السكري اولا نمط العيش، ثانيا ميتفورمين، سيتيغ كاين واحد لارسونال ثيرابوتيك واللي تنخليو باش نوصلوا لهاد لي زانالوغ ديال لي زانكريتين اللي فعلا عندهم واحد النتيجه جد محبوبه في الخزان وفي داء السكري. في الحقيقه وحسب الاخصائيين اللي سونا، الانسان ما عندوش مشكل ديال مرض السكري كما كان النوع ديالو وبغى ينقص الوزن ديالو، يمشي عند طبيب مختص واستعمال الادويه كتكون على مراحل. فاليوم اجي نهضروا على هاد استعمال ديالهم الغير قانوني واللي دار مشاكل كبيره في العالم. تنعرفوا ديما حنا الحاجه ميراكولوز راه ما خداماش، علاش؟ حيت السمنه نمط عيش وخصنا نحافظوا على نمط العيش، فلا جينا وخدينا كوب فان بويسون راه ما تعلمناش ناكلو، نقدروا ناكلو شويه وناكلو خايب، نديرو دي ديفيسيت ميكرو نوتريسيونيل وقع لينا المشكل. فمتى ناخذ انا انالوج جي ال بي ان شو توقع ليا؟ اولا تتشدليش الشهيه بواحد الصفه نهائيه، ثانيا ما تنتعلمش ناكل، سيتادير ما تتشدليش الشهيه تناكل شويه وتناكل خايب. ومتى ناكل خايب تندير دي كارونس ميكرو نوتريسيونيل اللي المخلفات ديالهم على الصحه اكثر من السمنه والمخلفات ديالها. وهاد لي كارونس ميكرو نوتريسيونيل او بالعربيه نقص في المغذيات الدقيقه عنده عواقب خطيره على الصحه ديالنا. ناخذ مثال ديال فيتامين سي، فهي مهمه للعديد من الحوايج، للبشره، للعظام، للامتصاص وتخزين الحديد، وكتحفز جهاز المناعه.
حيت لي كارونس ميكرو نوتريسيونيل تيخليو الخليه ديالي ما تخدمش مزيان وداتي كامله ما تخدمش مزيان، والمشاكل الصحيه اللي تجي كثار من السمنه وغيرها وغيرها. ثالثا المصران ديالي ما تبقاش يولف في صوب اللي جاي البي اه، ولهذا فانا تنحبسهم وتنشوفوا هاد الحالات هادو. الناس تيجيو عندنا بواحد الشهيه لا مثيل لها، ما عمري ما شفت داك الشهيه اللي تتكون عند الناس من بعد ما تيحبسوا هاد الدوايات هادو. وخصنا نعرفوا بان الغالبيه ديال هاد الناس راه تياخذوهم بدون استشاره طبيه ولا بعض الاطباء اللي مشاو في هاد الطريق هادي ديال تيستعملوا هاد القضيه السهله باش يطيحوا المريض الوزن ديالهم. وتنقولوا حنا راه تطيح الوزن هو المثابره في التتبع. نزيدو نتكلموا على هاد الحقن الشبيهه بالجي ال بي ا. قلنا بان الجي ال بي ا هي انزيمات مهمه كتفرز الجهاز الهضمي وبالخاص في المصران. ها علاش تصنعت في المختبرات ادويه وهي عباره عن حقن شبيهه بهاد الجي ال بي ا؟ وكاين لي زانالوج جي ال بي ا اللي هما اخر نوع من الادويه اللي خرجت في السوق، هما كي عندهم فعاليه على بزاف ديال مناطق في الجسم، فهما عندهم دور باغ اكزومبل على المخ، فهما كي عندهم لي ريسيبتور ديالهم كيخليو انا كيعطيو واحد الاحساس بالشبع، دونك ما كيجيش الجوع بزاف. ثانيا عندهم دور على الجهاز الهضمي، كيتقلو من العمل ديال الجهاز الهضمي، دونك لو بيريستالتيزم ديالنا كيولي ثقيل، الهضم كيولي ياخذ مده اطول، اي دونك المواد الغذائيه السكريات والدهون وداكشي ما كيدوزوش بكميات كبيره للدم. عندهم دور على البنكرية، فهما كيزيدوا من الانتاج الانسولين وكينقصوا من الانتاج ديال الجلوكاغون. عندهم دور على الكبد، عندهم دور على تقريبا كل مره كنكتشفوا عندهم دور ادوار كثيره، وهاد الادوار كلهم كيعطيونا انهم كيهبطوا من نسبه السكر في الدم بالموازات كينقصوا من الوزن. دونك كيخدموا على الظواهر بجوج، على مقاومه الانسولين وعلى الجوده والافراز ديال الانسولين. نرجعوا نتكلموا على داء السكري والانسولين. عرفنا بان داء السكري من الاسباب ديالو كنلقاو نمط الحياه، ومن كنتكلموا على نمط الحياه يمكن لنا نتكلموا على التغذيه. اش كناكل كل نهار؟ ماكله فيها السكر بزاف؟ واش ما كاينش تاثير على الانسولين؟ لي سيلول دو لونجيرونس او نيفو دو بونكريا هما اللي كيسكريتيو لينا لي الانسولين. داكور، دونك مع حنايا بحال نقدروا نقولوا ان في الحياه ديالنا عندنا واحد ستوك ديال السكر خاصنا كونسوميو، وعندنا واحد ستوك ديال الانسولين. دونك بلوس اون كونسوم لو سوكر دون لا في بلوس هذاك الانسولين غيتفرز، حيت اون فوا كندخلوا السكر الدات ديالنا البنكرية اون كونتر بارتي غيفرز لينا الانسولين. دونك الا خدينا بزاف ديال السكر مع الوقت البنكرية ما غيبقاش يقدر يتابر هذاك الاستهلاك الكبير ديال السكر، وكيولي كينتج واحد الانسولين ما كاملاش، ما غير فعاله غير كافيه. دونك مع الوقت هو منين كيجي هذا الشيء فكاين عامل وراثي، كاين السمنه، كاين نمط العيش، كاين لو ستريس، لو ستريس ايتان كريميني في كل شيء، وكاين عوامل اخرى. وهذه القضيه ديال الانسولين وكيفاش كتاثر على نسبه السكر في الدم خلات بعض الرياضيين انهم يستعملوها باش يبقاو عندهم جسم ذو كتله عضليه مهمه وصفر دهون. والعجيب ان هاد الناس كيستعملوا حقن ديال الانسولين بلا استشاره طبيه بلا والو. دونك هاد الرياضيين طوكيو كيقلبوا على هاد النتائج اللي هي كتله عضليه كبيره مع نسبه ديال الماء والنسبه ديال الدهون تكون منخفضه، كيستعملوا هاد الانسولين، ولكن هما كيستعملوه بطريقه بيني وبينكم اللي كتشبه الطريقه ديال العمل ديالو بالنسبه للانسولين. حيت قلت لكم الانسولين غير انه كيخفض نسبه ديال السكر في الدم، فاش كنقولوا خفضها دونك فين داها؟ دونك كيجمعها من العروق الدمويه وكيديها على مستويات التخزين. فاش كنقولوا مستويات التخزين دونك راه كنهضروا على مستوى العضلات، مستوى الكبد، ولكن هما كيلعبوا على هذاك التخزين بالنسبه ديال العضلات. حيت فاش كنقولوا العضلات كاين واحد المجموعه ديال الطرق كيديروها، يعني قبل ما يوصلوا للمشاركه ديالهم، يعني قبل من لا كومبيتيسيون ما يوصلوا ليها، اوتوماتيكمون كيكونوا كيتسمى بلونغلي الكارب سايكلين. دونك كيكونوا كيتناولوا بعض العناصر الغذائيه اللي غنيه بالسعرات الحراريه وخصوصا السكريات المعقده. دونك في واحد المده زمنيه ديال واحد الاسبوع ولا جوج اسابيع على حسب الغرض والهدف ديالو، اوتوماتيكمون كيكون حبس كاع المواد السكريه من النظام الغذائي ديالو، ما كيبقاش يدخلها. وفي ذاك اليومين اللي قبل من
الطوله ديالو اللي كيقلب يطمح عليها اوتوماتيكمون كيبدا ياكل كميات كبار من هاد النسبه ديال السكريات المعقده والغير معقده، وكياخذ معها نسبه كبيره ديال الانسولين باش ان ديك النسبه الكبيره ديال السكر اللي تدخل بطريقه اسرع على مستوى العضلات وتعطي واحد ليفي اللي كنسميوه بالبامب باللغه ديال الابطال، واللي هي واحد النفخ على مستوى العضلات اللي كيقلب عليه النهار اللي غيدير فيه المباراه ديالو ولا لا كومبيتيسيون ديالو. هذا الشرح العلمي كيفاش الانسولين كتخدم على مستوى الجسم والنتيجه اللي كيقلبوا عليها الرياضيين، ولكن راه كاين الجانب المظلم. دونك بيان سور هذا الشيء ضروري عنده اثار جانبيه، حيت هذا الانسولين اللي كنبقاو ناخذوه بكميه كبيره كياثر لي على النسبه ديال الانسولين اللي كيتفرز بالخلايا البيضاء على مستوى الجسم بطريقه طبيعيه، حيت بديك الخلايا البيضاء فاش كتلقى الانسولين ديما كاين على مستوى الجسم بطريقه او باخرى ما كتبقاش تخدم مزيان، وبالتالي هذا الشيء تقدر تاثر على صحته على من المستوى البعيد. حاجه واحده اخرى هو انه واحد الحاجه اللي كتكون واحده من المسببات ديال المشاكل والمسببات ديال المرض السكري هي كتسمى لا ريزيستانس الانسولين، يعني حساسيه الانسولين. كاين الناس اللي كيولي عندهم انسولين على مستوى الجسم ولكن داك الانسولين ما كيديرش العمل ديالو، وهاد الرياضيين كيقدروا الله يستر انهم يطيحوا في هذا المشكل بالاضافه الى مشاكل اخرى. ما بين هاد المشاكل هي ليبوغليسيميا، ان شي نهار يقدر يطيح ليه السكر بشكل كبير وبالتالي يدخل في واحد يعني يفقد الوعي ومن مورا يدخل في الكوما، الى ما تم ما عتقناش بطريقه سريعه تقدر هاد الشيء يؤدي لمشاكل تقدر لا قدر الله تؤدي الى الموت. وبعض هذا الرياضيين يمكن يوليو كيعانيو من عده امراض بحال مرض السكري من نوع ثاني، والمشكل انه ما كاينش غير الانسولين اللي عنده تاثير على السكر، كاين مجموعه من الحوايج منهم هرمونات للرياضيين كيستعملوهم لنفس الغرض. بشكل عام هذه الاستعمالات ديال هذه المجموعه الهرمونات هي استعمالات غير قانونيه، وانا كمختص وفي احتكاك دائم مع مجموعه الرياضيين كنتفهم ماشي كنشجع ولكن كنتفهم هذا كما كنقولوا هذا الاستعمال ديال الهرمونات، باسكو ما كاينش غير هذا الهرمون، هذا كاين عده هرمونات اللي كيتخذوا على شكل منشطات باش انهم ينظموا نسبه السكر في الدم او لو باش ينقصوا من 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 النسبه ديال الدهون والنسبه ديال الماء باش الجسم يكون فيه واحد واحد كما كنقولوا واحد الجاذبيه اكثر، والعضلات يكونوا عندهم واحد النظره اللي كتكون ناشفه اكثر كما كنقولوا. الحاجه اللي بغيت نشير ليها هو ان ماشي غير كمال الاجسام هما اللي كياخذوا هذا النوع من انواع ديال الهرمونات او هاد المنشطات، جميع تقريبا الرياضات كلها فيها هاد الاستعمالات الغير القانونيه، وبالتالي ضروري خص استشاره ديال الطبيب، وضروري اننا ما نقلبوش على النتيجه، ضروري خصنا نفكروا شي شويه في الاثار الجانبيه. هادو تاثيرات سلبيه ديال الانسولين. دابا غادي نتكلموا على العواقب في استعمال هذه الادويه اللي هي نذكروا عباره عن حقن مشابهه في جيل بي ان واللي كتستعمل لتخسيس الوزن. التاثير ديال هذه الادويه كيكون بنسبه كبيره على الجهاز الهضمي، حتى المضاعفات عندهم علاقه بالجهاز الهضمي اساسا، دونك كيعطيو الغثيان، كيعطيو التقيؤ، كيعطيو الاسهال، كيعطيو الناس انهم كيعطيهم واحد الاحساس بالعياء الكثير. بعض المرات كيكون تقيؤ كبير وكثير مع النقص في الشهيه اللي كيقدر يعطينا دي ديزيدراتاسيون، ان لهذاك الشخص تيلمون كيبقى في واحد الحاله ديال التقيؤ وديال الاسهال ودا تيوصل للجفاف لانه ما واكل ما شرب ما حتى حاجه، دونك يقدر ينعس على قبلها في تقدر يكونوا دي زوسبيتاليزاسيون ولا غير بهذا السبب. هذا الجفاف ديال الجسم ديال الانسان عنده عواقب خطيره بحال الكلوي كيمرضوا، وإلا ما كانش تدخل طبي سريع الشخص يمكن يتصاب بخصول الكلوي. الجفاف كيعدي كذلك الى نقصان كميه الدم في جسم الانسان. وهاد الادويه عندهم دي كونتر انديكاسيون، مثلا الشخص اللي عنده كندوز اون بونكرياتيت ما خصوش ياخذ هاد الدواء، دونك الا مشى هذاك الشخص منو الراس وخداو هاد الدواء من ولا طبيب فغي يقدر يوقع له مشاكل كثيره. الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكلي، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكبد، فهاد الناس كلهم ما خاصهمش ياخذوا هذا النوع من العلاجات. هذا العلاج ما كيتعطاش عند الناس اللي قل من 18 عام، ما كيتعطاش عند المراه الحامل، ما كيتعطاش عند المراه المرضعه، فهاد الناس كلهم خاصهم يتفادوا هاد الناس النوع من العلاجات. اش اخر المشاكل كدير هاد الادويه؟ اشناهي الامراض الاخرى اللي يمكن تبان عند الشخص اللي بغى يخفف الوزن ديالو وكيستعمل هاد الحقن الشبيهه بالجي ال بي ان؟ عندها اعراض جانبيه دي سيتي تقدر دير لنا دي زيفي سكوندير اللي هي التقيؤ، الغثيان، القبض، الاسهال،
كتقدر تطيح مستويات السكر في الدم بزاف، يعني كيقدر بنادم يوصل دي زيبوغليسيمي سيفير كاريمون. دونك الناس اللي كيديروها خاصهم يحضيو راسهم الا كانوا كيسوقوا ولا شي حاجه يسميتو واحد الايام الاولى على ما يولفوها ولا هذا، خاصهم يستغناو على السياقه، يستغناو على هذا على ما كتقدر كذلك تؤدي حتى الالتهاب في البنكرياس، كتؤدي لنا الى البنكرياتيت. التهاب البنكرياس عنده عواقب جد خطيره على الصحه ديال الانسان اللي كيتصاب به، يمكن يؤدي للموت بعض الحالات، وخا الشخص يتبع علاج وياخذ دواء. اش اخر المعلومات على هذا الحقن؟ تستعمل ما بين 6 شهور حتى العام، وعند الانقطاع نهار كتحبس راه كيبقى ليفي ديالها في الجسم 5 أسابيع، ولكن ما يمكنش يتخدم بوحدها بدون تغذيه متوازنه، يعني بدون بروتوكول، بدون زعما ان بروتوكول ديتيتيك ابروبريي، وبدون ممارسه الرياضه. هي اصلا مديوره باش كتعاون الناس على انهم يولفوا واحد اون بوني جين دو في داكوغ، لان هي عند الانقطاع كتبقى لي في ديالها 5 أسابيع، يعني من مورا داك 5 أسابيع الا ما سي جو مانتيان با اون بوني جين دو في نقدر نرجع الدوبل اولا لو تريبل ديال داك لو بوا اللي نزلت. المشكل الكبير في هذا الموضوع هو ان بعض الاشخاص كيمشيو بلا اوردونونس بلا والو، كيمشيو عند الصيدليه وكيشريو هذا الحقن. استعمال هذه الادويه الشبيهه بجي ال بي ان عنده ضوابط، وهذه الضوابط كتبدا باستشاره طبيه. وهذا الشيء ما غنعرفوش الا مشيت انا لافارماسي وشريت الدواء راسي، خاصني استشاره طبيه. المريض ملي كنمشي عند الطبيب ديالو اولا كنشوفو واش لانديكاسيون حاضره، واش هذا المريض اصلا خاصو ياخذ هذاك الدواء ولا لا، ولا كانت لانديكاسيون كاينه فديك الساعات كنعطيوه تحاليل اللي كيديرها لنا باش كنراقبوا العمل الكلي، كنراقبوا العمل ديال الكبد، كنشوفوا اشياء اخرى، عاد كنقولوا له راه تقدر تاخذ هذا العلاج وتقدر تبداه. وشكون هو فيهم اللي تقدر تاخذ؟ حيت في المغرب ربما عندنا نوعين، ولكن خارج المغرب كاين انواع كثيره، دونك على حسب الحاله الصحيه ديال هذاك الشخص عاد كنقرروا شكون هو الدواء اللي غنقدروا نعطيوه واللي غيقدر يكون عنده فعاليه، راه حيت ماشي حيت خديتيه راه كما كنقولوا لهم راه ماشي عصا سحريه. حاجه اخرى هما مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنلقاو فيه الخبير الاختصاصي اللي كيتكلم عن علم ومعرفه، والانسان اللي ما عارف والو، لان اي شخص يمكن يدير فيديو ويقول فيه اللي بغا بلا رقيب ولا حاسب، والمشكل ان الناس كيثقوا به. المريض يتوقع حيت هاد العلاجات تلمو تهضر عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتلما الناس تدويو عليهم، بعض المرات راه كاين شي شخص دوك وسائل التواصل الاجتماعي راه مشى دار شيغورجي بارياتريك وكيجي يقول لهم راه انا درت هاد العلاج، والناس كيتيقوه وكيمشيو باغيين يكون عندهم نفس النتيجه، حيت راه ما كاينش وضوح ديما، راه كاين شي حوايج كيتقالوا اللي ما خاصهمش، ماشي دائما كاين الحقيقه في هادشي كامل. نرجعو نتكلموا على شكون يستعمل هاد الحقن وشكون ما يستعملهمش. تكلمنا على المراه الحامل، على الفئات العمريه، وعلى بعض الناس اللي فيهم بعض الامراض وما خاصهمش ياخذوا هاد الحقن. نزيدو نتعرفوا على معلومات اخرى في هذا الموضوع. هو العلاج في حد ذاته كينقص من الاحساس بالجوع، كيزيد واحد الاحساس بالشبع، وبحال دابا هاد العلاج هذا الا تعطى عند شخص مسن ولا مريض اللي هو ديجا عنده امراض صحيه وفخاجيل، بعد المرات المرضى كيدوزوا في اطار لانوريكسي، كتحبس لهم الشهيه في خطره، ما كيبقاش يقدروا ياكلوا، وكيولي عندهم نقص في اون دي نوتري ان ايتا دو دي نوتريسيون، وهذا الشيء لاحظناه ولقيناه بزاف. داكشي علاش خاص دائما استشاره طبيه. دي نوتريسيون او نقصان في التغذيه هي العلاقه بين التغذيه ديالنا واش كنحرقوا من الطاقه من الكالوريات في الجسم ديالنا. هذا النقصان في التغذيه عنده نتائج على الجسم ديالنا كله، ودايغ باستشاره طبيه، وكنا لقينا هذا النوع من المشاكل خاصه عند الناس اللي متقدمين في السن ولا عندهم امراض صحيه اخرى دازوا لانيتا دو دي نوتريسيون. نقصان التغذيه يمكن يكون عندهم مخلفات خطيره عند الناس المتقدمين في السن، بحال الاصابات ديال الجهاز العصبي، يمكن يبان عندهم مرض الزهايمر. الحقن الشبيهه بجي ال بي ان فيهم مشاكل. دونك هاد المجموعه ديال الادويه اللي كاينين دابا، هاد الشيء اللي كاين دابا واللي بدا كيبان بشكل كبير تقريبا من سنه 2019، بدا كيبان في مجموعه ديال الدول الاوروبيه، وكذلك بعض الدول وكذلك امريكا وبعض الدول الاخرى. دونك هنا خدا واحد الصيد اكثر من القياس. علاش؟ حيت الناس اصلا
فاش كيقلبوا على فقدان الوزن ديما كيقلبوا على فقدان الوزن باسهل طريقه وباقل جهد ممكن، وهذا الشيء بيني وبينكم ما كاينش. لا هاد جميع هاد لي زانجيكسيون، هاد الحقن اللي كاينين دابا، لا هاد المجموعه ديال الادويه اللي مستعمله في فقدان الوزن بجميع ميكانيزماتها بجميع انواعها، ضروري غيكون عندها كما كنقولوا اثار جانبيه، وهاد الاثار الجانبيه تقدر تكون اثار جانبيه خطيره. نعطيكم مثال من الاثار الجانبيه، هاد الحقن ديال فقدان الوزن اللي كانت اصلا مصوبه باش انها تنظم لي نسبه السكر عند مرضى السكري ولاو كياخذوها الناس اللي ماشي مرضى سكري، تقدر لنا مشاكل على مستوى البنكرياس، تقدر دير لنا مشاكل او سرطانات على مستوى الغلاند تيغويد يعني على مستوى الغده الدرقيه، وتقدر كذلك دير لنا مشاكل خطيره اخرى على مستوى مجموعه الاعضاء. لائحة الإصابات اللي يمكن تنتج على سوء استعمال هذا الحقن الشبيهة بالانزيم ديال جيل بي كثيرة وكثيرة بزاف. أجي نسمعوا علاش كيقولوا الدراسات اللي دارت على هذا الموضوع. شنو قالت الدراسات؟ ديجا باش ما نمشيوش بعيد، المنظمة ديال السلامة ديال الدواء في أوروبا لاين اس ام هي ديجا درت الحيطة. علاش؟ قالت لهم أولا يرجعوا الناس ياخذوه باش يضعفوا، رجع الدواء ناقص عند الناس اللي محتاجينه. دونك رجعت انا تناخذ واحد الدواء اللي ماشي انا مريض بداء السكري، وتانا محرم منه واحد المريض السكري اللي محتاجه واللي حياته موقفه عليه، حيت يقدر يدير ليا دياليز، يقدر يدير ليا انسوفيسونس غينال اللي ما قادرش السكر ديالو. الدراسه اللي دارت لاينس ام او الوكاله الوطنيه للسلامه الدوائيه والمواد الطبيه كان فاصل بين ما هو ماشي علمي وكيتقال وكيتشاع واش كيقولوا الخبراء. ثانيا لاحظنا وحنا تنعرفوا بان هاد الادويه تنزيل الوزن عنده علاقه مع لا دوز، مثلا نعطي دوز قليله ما تيهبطش ليا بزاف، دونك خصني نطلع لا دوز باش نوصل داك النتيجه اللي بغيت. انا غير تنطلع لا دوز تيهضروا ليا مخلفات جانبيه اللي تيخليو داك المريض يحبس الدواء، اللي منهم تقيؤ، اللي منهم مشاكل في المعده، اللي منهم الحريق في المصران، اللي تيكونوا تيلمو مجهدين كتيحبس في البلاصه داك الدواء، وهي تيحبس الدواء تتحلي واحد الشهيه بواحد الطريقه مهمله. وثالثا وماشي من اقل، فهنا جاونا لي زيفي سكوندير ديال هاد الدواء. اولا تكونوا دي زيفي سكوندير تاع الجهاز الهضمي اللي ما ساهلينش، اللي منهم لوكلوزيون انتستينال سيتادير المصران تيتعقد، اللي منهم لا غاستروباريزي اللي فسرت لكم بان لي جي ال بي ان تيخدموا على الشهيه وتيخليو لا فيدونج غاستريك تكون قليله، فتقدر المعده تباراليزا. هذه هي لا غاستروباريزي، سافدير المعده يمكن ليها تباراليزا. واللي منهم الثالث هو قليل ولكن خطير، اللي هما دي بونكرياتيت اللي هما التهاب ديال البنكرياس. ولو تنصدقوا حنا بغينا نحاربوا بغينا نحيدوا السمنه تنصدقوا دايرين الديابيت عند هاد الناس هادو. هاد الشيء كيخلع هاد الشيء علاش اليوم هاد الحقن راه اليوم مثلا في فرنسا تحت المجهر ديال العديد من الوكالات والادارات اللي عندها علاقه بالصحه والدواء. اشخاص المشاكل بانت في استعمال هاد الحقن. دونك هادو ثلاثه المخلفات في الجهاز الهضمي. لقينا واحد المخلفات اخرى اللي ما عندها حتى علاقه مع السمنه. لقينا بان تنديروا اون بنوموباتي دينالاسيون اون كا دو دانستيزي، سيدير هاد الناس اللي تياخذوا هاد الادويه الى جا مور ربما بغى يفتح شي نهار وكان خصنا ولا بدا نديروا ليه البنج، فنقدروا نديروا اون بنوموباتي سيتادير التهاب في الرئتين اللي استنشاق، سيدير يقدر يدير اون فوس غوت وهي خطر على الصحه ديالو وعلى الامد الطويل، حيت هادشي يلاه بدا يبدا. ولكن ديجا الدراسات تتهضر على خطر ديال السرطانات اي نوطامون غاسترو انتستينال والسرطان ديال الغده الدرقيه، سيدير كاين خطر السرطان ديال المعده والمصران وخطر ديال السرطان ديال الغده الدرقيه. تخيلوا معايا هاد الغده الدرقيه اللي مهمه تصاب بالسرطان، مشكل كبير. اشنا هو الحل والصحيح الا بغيت نضعف؟ خاصنا نعرفوا ان نعترفوا وهذا الشيء معترف به دوليا بتيتغ في ان السمنه هو مرض ومرض مزمن، يعني مرض اللي خاصو علاج وخاصو تتبع صحي، ومرض مزمن يعني تتبع لمده طويله. داكوغ، العلاج ديالو كاين نمط العيش يعني الرياضه والتغذيه المتوازنه، مابقاش ديك الفكره ديال ريجيم ما تاكلش هادي كل هادي، التغذيه اللي هي متوازنه. ونقدروا منين تكون لانديكاسيون استعملوا هاد الادويه، وهذا الشيء كيمشي في مجموعين ثلاثه. وهاد الادويه كما قلت لكم قبائل ماشي عصا سحريه، يعني ان الا درتيهم وما درتيش معاهم ريجيم ما غتكونش النتيجه، الا درتيهم وما درتيش الرياضه ما غتكونش راضي النتيجه. ولكن اليوم عالم الموضه عالم المشاهير خلى الناس كيبان لهم نموذج واحد، نموذج ديال الجسم الرشيق الجسم الرياضي، كيفاش نوصل النتيجه كله فهمتو؟ شنو كيوقع؟ لان هاد الادويه كينقصوا من لاماس غراس من الكتله الشحميه، ومنين ما كنديروش الرياضه ودابت هذيك الكتله الشحميه كيكون واحد الترهل.
دونك ما غيبقاش عاجبو الشكل ديال راسو. ان ملي كدير الرياضه فانت كتكون اون كومبونساسيون كيبدا يتكون العضله اللي غتقدر تعمر هذاك الفراغ اللي خلات الكتله الشحميه. بحال عندك ان ساك وشديتيه خويتي وما عمرتيه حتى حاجه يبقى داك لو ساك وهكا كيوقع. دونك النتيجه في التالي راه ما كتكونش مرضيه ويقدر يدوز اون ديبرسيون حيت هو كان داك المريض متوقع واحد النتيجه ولقى راسو في واحد الشكل ديالو ولا شكل اخر اللي ما بقاش عاجبو. داكشي علاش خاصو يكون نمشيو رياضه باش كنستافدوا من هاد العلاجات باحسن شكل وتغذيه متوازنه و هذا النوع من العلاجات عن طريق وصفه طبيه وتتبع مع الطبيب ديالنا. واش ضروري استعمال هاد الحقن؟ وهنا كنتكلموا على الانسان اللي حاسب انه زاد شويه في الوزن ديالو، واش التغذيه السليمه زائد الرياضه، واش هادو بجوج ما كافينش؟ بالنسبه للناس راه ماشي ضروري نمشيو ضروري نمشيو ناخذوا هاد الحقن باش اننا نفقدوا الوزن. كاينين حالات خاصه اللي نقدروا نشجعوا الناس انهم ياخذوهم او نعاونوهم انهم ياخذوهم. وعطيتكم المثال ديال الناس اللي كيعانيو من السمنه المفرطه. فاش كنقولوا سمنه مفرطه راه حنا كنهضروا على ديك السمنه اللي فاش كنحسبوا ديك لانديس دو ماس كوربوري اللي ام سي ديالهم كنلقاوها كتفوت 40 ولا 45، وفي هذه الحاله كيكونوا الله يستر اقرب لمجموعه المشاكل الصحيه الخطيره من السكتات القلبيه ايتترا. دونك هاد الناس كنحاولوا دغيا نخفضوا لهم شويه من الوزن بطريقه سريعه باش يلا يقدروا يشدوا كما كنقولوا يرجعوا للتوازن، وديك ساعات كيرجعوا لحياه نمط طبيعي وحياه طبيعيه بنظام غذائي متوازن وكذلك برياضه متوازنه. داكشي علاش ديما خص الانسان قد ما يشوف النتائج ويشوف الاهداف ديالو قد ما يعبرها مزيان ويشوف اكزاكتومون دوك الاثار الجانبيه اللي قدرت ترتب عنها. وهو في الحقيقه توازن بين سلبيات وايجابيات. اشنا هو الايجابي في هادشي واشنا هو السلبي؟ ونطرح على راسي السؤال الاكثر اهميه، واش انا محتاج لهذا الحقن باش نضعف؟ ننصح الناس يبقاو في كل ما هو طبيعي، يعني اتباع نظام صحي سليم، اون بون هيجين دو في اللي فيها ممارسه الرياضه على الاقل 3 مرات في الاسبوع مع نظام غذائي صحي جيد ومتوازن اللي فيه جميع المجموعات الغذائيه ما كان يعني بكميه اللي هي افيك اون بون فريكونس اليمونتير. تغذية متوازنة فيها فيتامينات، سكريات، دهون، بروتينات، فيها الياف وغيرها من العناصر الغذائية، لأن كل واحدة منهم عندها الدور ديالها في الصحة ديالنا، خاصنا غير نعرفوا كيفاش نستهلكوها. عندنا مأكولات كنقدروا نلقاو فيها لو ميم إيفي ديال هاد لي زانجيكسيون إي سون إيفي سكوندير، يعني بدون تقيؤ، بدون غثيان، بدون انخفاض في مستوى السكر، بدون مشاكل، واللي هي كاينة في الألياف الطبيعية، في الألياف الغذائية، كاينين في الحبوب، مثلا لي غرين دو شيا، لي غرين دو لان، كاين البسيليوم كذلك كيقدر يعطينا لو ميم إيفي. ولكن خاصو نعرفوا كيفاش ندخلوا هاد المسائل هادو في النظام الغذائي ديالنا وفي البرنامج الغذائي ديالنا اليومي، حتى هما هادي يقللوا لينا من لا فيدونج غاستريك، وبالتالي كتقلل لينا الشهيه، وبالتالي يؤدي ذلك الى انخفاض في الوزن. وإلا تكلمنا على الالياف راه الدور ديالهم جد جد مهمين على الصحه ديالنا. فالالياف كتلعب دور كبير في المرور المعوي في الصحه الجيده ديال الميكروبات النافعه، لان في المصران كيتلعب دور مهم في تقويه جهاز المناعه. فلهذا راه الطبيب هو اللي تيعطي المعلومه الصحيحه، والحاجه اللي تتبان لكم ماجيك في البلاصه غنطيح هي اللي تخافوا منها، حيت خص الطبيب يتبع المريض ديالو ويعلمو كيفاش ياكل ويعطيه نمط عيش نيجين دو في هي اللي غتخليه يحارب السمنه. وغادي نختم باش نقول لكم ردوا البال من مراكز التواصل الاجتماعي ولي ريزو سوسيو، يبان لكم دي زانفلونسور ولا دي زانفلونسور تيقولوا لكم انا ضعفيت حيت خديت شي دواء ماشي ولا حيت خديت هذه، راه 90% ديال داكشي اللي داير في لي ريزو سوسيو كاذب، حيت لي مونتاج اوجوردي لانتيليجونس ارتيفيسيال تيخليوكم تشوفوا شي حاجه اللي ما كايناش، ماشي الحقيقه ديال الحياه. اذا ثقوا في الطبيب ديالكم وثقوا في الدراسات. واليوم راه جميع المنظمات في اوروبا تتعطي اون فيش سبيسيفيك لو فارماسيان باش il dénonce toute prescription détournée ديال هاد الدواء اللي عنده لانديكاسيون في داء السكري واللي عنده لانديكاسيون في السمنه، ولكن واحد الحالات خاصه اللي تيكون فيها اون بريز دو ديسيزيون كوليجيال ديال واحد المجموعه ديال الاطباء في اجتماع. وهذا هو الصحيح. ونعاودو نقولوا الانسان اللي باغي ينقص الوزن ديالو يمشي عند الطبيب، هو اللي عنده الحل، هو اللي يمكن يقول واش يمكن استعمال هذا الحقن ولا لا. ايه جسم رياضي، جسم رشيق مزيان، ولكن الانسان ما يدفعش فاتوره غاليه تقدر تكون حياته. الحلقه ديالنا انتهت، الموعد ديالنا من هنا شهر باش نتعرفوا على مواضيع جديده كتهمنا كمستهلكين. الى اللقاء.